السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة وصفة مميزة جدا، وهي كيكة الباونتي أو كيكة الجيرسي. أهم حاجة بتميز الكيكة دي إن انتوا وانتوا بتاكلوها هي مش طعم الكيكة خالص، هي قريبة جدا من شوكولاتة الباونتي. طعمها حلو جدا وكمان مميز، وكمان الناس اللي بيعملوا دايت ممكن يعملوها بدون إضافة السكر ويكتفوا بالشوكولاتة فقط. أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. أول حاجة هنشوف المكونات. مكوناتها بسيطة جدا وبتتعمل في الخلاط. هنجيب شفشق الخلاط العادي وهنحط فيه 3 بيضات، والبيض يكون خارج من التلاجة بقاله نص ساعة، يعني بدرجة حرارة المطبخ. وهنضيف على ال3 بيضات دول 1/2 كوباية من السكر، وكمان هنضيف عليهم 50 ملي من اللبن، واللبن برضو بدرجة حرارة المطبخ، وكمان 30 ملي من الزيت، وكمان هنضيف عليهم حوالي 1/2 معلقة صغيرة من الخل الأبيض. بعد كده هخفق المكونات دي كويس جدا بالخلاط العادي لحد ما يتكون على وش الخليط رغوة بالشكل ده. لازم تخلطوها كويس جدا لمدة لا تقل عن 2 دقيقة. بعد كده هنجيب بولة هنخلط فيها المكونات الجافة. هنجيب منخل زي ده وهننخل 1 كوباية من الدقيق. الكوباية دي زي ما انتوا شايفين كوباية المية او كوباية العصير العادية، وكمان هننخل 2 كبار من الكاكاو الخام. الكاكاو ده الاسباني، احلى نوع كاكاو ممكن تستخدموه هو الكاكاو الاسباني الخام. وكمان معايا 2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح صغيرة، برضو هننخلهم مع الكاكاو والدقيق. ودي كل المكونات اللي هنستخدمها في الكيك، مكونات بسيطة جدا وقليلة جدا. بعد ما ننخلهم كده مع بعض هنقلبهم كويس جدا. بعد كده هنضيف على المكونات الجافة اللي قلبناها مع بعض الخليط اللي خلطناه بالخلاط، هنضيفه كله مرة واحدة ونقلب المكونات دي مع بعض لحد ما يندمجوا مع بعض كويس جدا. يا دوب بس يندمجوا مع بعض هنبطل تقليب. وده بيكون قوام الكيك، قوام الكيك العادي خالص. القوام مش زي العجينة التقيلة ولا بيكون خفيف، بيكون متوسط بالشكل ده. بعد كده هنشوف الصينية اللي هنسوي الكيك فيها، اي صينية واي مقاس. انا هستخدم الصينية دي، الصينية دي من اللي هي بتتفك، اللي هي بتاعة التشيز كيك. هدهنها كده بالزبدة او بالزيت او اي مادة دهنية بالشكل ده، وعشان الصينية دي بتتخلع من بعضها او بتسرب العجينة، فعشان كده هحط فيها او هستخدم فيها ورقة زبدة. هحط الورقة على القاعدة بتاعتها بالشكل ده عشان اقفل الفتحات والعجينة ما تطلعش منها. بعد كده هحط الجزء اللي فوق بالشكل ده، وهقفله من الجنب. هي كده العجينة مش هتخرج منها خالص. وهحط فيها 2 معالق من الدقيق عشان ابطنها كمان بالدقيق عشان الكيك ما يلزقش فيها. طبعا الكيك ما بيلزقش في الورق، بس ممكن يلزق في الجوانب بتاعتها، عشان كده بطنتها بالدقيق. بعد كده هنفض الدقيق منها، الدقيق الزيادة هنفضه، وكمان هقص الورق الزيادة ده. بعد كده اصب الكيك في الصينية بتاعة الكيك عادي خالص. هصب كده كل كمية الكيك وهفرد الكيك في الصينية. طبعا انا مسخنة الفرن من 1/4 ساعة عشان الكيك ده لازم يستوي او لازم يدخل في فرن يكون مسبق التسخين، يعني ما ننفعش ندخل الكيك في الفرن وهو بارد.
بعد كده هخبط الصينية في الرخامة بالشكل ده، بعد كده هدخلها الفرن تستوي. بتقعد في الفرن حوالي نص ساعة على درجة حرارة 180، ولازم نختبرها ونشوفها استوت ولا لا قبل ما نخرجها من الفرن ونسيبها تبرد خالص. هو كده الكيك استوى، قعد نص ساعة في الفرن، ما بدخل السكينة فيه بتخرج نظيفة تماما. بعد كده هسيبها نص ساعة تبرد تماما. دلوقتي هنعمل حشوة جوز الهند. هنحتاج 200 ملي من اللبن، هنحطهم في حلة على النار وهنضيف عليهم ربع كوباية من السكر أو 50 ملي من السكر، وكمان هنضيف عليهم 50 جرام من الزبدة أو معلقة ونص زبدة، وهنسيب الزبدة تسيح مع الحليب والخليط ده يغلي على النار. هو مش هياخد وقت طويل، دقيقتين ثلاثة هتلاقوا الزبدة ساحت والخليط ده بقى يغلي على النار. أول ما يغلي على النار والزبدة تسيح بالشكل ده هنضيف عليه ربع كيلو من جوز الهند أو 200 جرام من جوز الهند. واللي عايز يقلل كمية جوز الهند لازم يقلل كمية اللبن هي كمان، يعني ممكن نعمل 100 ملي من اللبن ونضيف عليهم 100 جرام فقط من جوز الهند. الكمية دي بتكون حسب الرغبة وبتكون كمان حسب طبقة جوز الهند اللي محتاجينها. هنفضل نقلب في جوز الهند مع اللبن على طول على النار، هنقلبه يدوب حوالي 3 دقايق أو لحد ما جوز الهند يشرب كل كمية السائل أو كل كمية اللبن اللي موجودة في الحلة، لازم ينشف تماما من السائل اللي موجود فيه، وهو بياخد حوالي 3 دقايق فقط. بعد كده هنشيله من على النار وهنسيبه يبرد شوية. دلوقتي الكيك بردت، هنخرجها من القالب. شايفين الكيك متماسك جدا وكمان مش لازق خالص في الصينية اللي سويناها فيها، وزي ما قلت لكم ممكن تسووها في صينية عادية خالص ولا لازق في الورقة خالص. ورق الزبدة ده مهم جدا، ممكن تستخدموه وممكن كمان تبطنوها بالسمنة والدقيق عادي خالص برضو مش هيلزق. دلوقتي هنقسم الكيك ده للنص. انا استخدمت سكينة صغيرة عشان الصينية اللي عملت فيها الكيك او حجم الكيك صغير، لو حجم الكيك كبير بتستخدموا سكينة كبيرة. هنقسمها كده بالنص زي ما انتوا شايفين، متماسك جدا وكمان هش جدا وكمان طري في نفس الوقت، شايفين ما بيتكسرش خالص مننا. بعد كده هنجيب طبق، هنحط الطبقة الأولانية اللي هي الطبقة اللي فوق، هنقلبها يعني نخلي وش الكيك لظهر الطبق، لوش الطبق أو ظهر الطبق بالشكل ده. بعد كده نسقي الكيك بلبن، لبن عادي خالص بحرارة المطبخ العادية، اللبن ده بدون اي اضافات. بعد كده هنجيب القالب ونحط الكيك فيه عشان نعرف نرص الكيك وجوز الهند. بعد كده هننزل كمية جوز الهند كلها على طبقة الكيك الاولى بالشكل ده ونفردها كويس جدا، وكمان نضغط عليها بظهر المعلقة كويس جدا بالشكل ده. اهم حاجة تضغطوا عليها جامد جدا عشان تكون متماسكة وما يتهريش ما نيجي نشيل قالب الكيك دي من حوالين الكيك. سووا سطحها كده بالشكل ده بالمعلقة واضغطوا عليها كده بالشكل ده، هتلاقوها متساوية ومتماسكة كويس جدا. بعد كده هنحط الطبقة اللي فوق من الكيك، نحطها كده على طبقة جوز الهند وبرضو نسقيها بالحليب، نسقيها بالفرشة كويس جدا بالحليب، وما تخافوش اللبن ما بيطرهاش خالص. بعد كده هناخد الكيك ده وندخله الفريزر لمدة ساعة كاملة عشان تتماسك الطبقات مع بعضها. دلوقتي هنعمل الطبقة اللي فوق وهي طبقة الشوكولاتة اللي بتدي للكيك طعم الشوكولاتة الباونتي بالظبط. هنحتاج حلة فيها مية ومعانا 150 جرام من الشوكولاتة الخام، هنحطهم في أي حاجة كده فوق الحلة، ممكن بايركس وممكن اي حاجة معدن المونيا او ستانلس،
وهنحطها على النار وهنسيب المية تغلي. اول ما المية تغلي هتبدأ الشوكولاتة تذوب بالشكل ده. اول ما الشوكولاتة تذوب هنضيف عليها 30 ملي من زيت الطعام العادي، ويفضل الزيت يكون نوع نظيف، ونقلبه تقليبة واحدة بس والشوكولاتة على النار. بعد كده نشيل الشوكولاتة ونحطها على الرخامة ونكمل تقليب الشوكولاتة مع الزيت وهم على الرخامة كويس جدا. بعد كده هنطلع الكيك اللي حطيناه في الفريزر ونشيل القالب من حواليها بالشكل ده. بعد كده هنحط تحت الكيك ورق، هنرفع الكيك بالسكينة بالشكل ده وندخل الورق تحته كده بالشكل ده، عشان اما نيجي نصب الشوكولاتة عليها الشوكولاتة ما تنزلش على الطبق وتبهدله. بعد كده نصب الشوكولاتة فوق الكيك بالشكل ده، نصبها كلها مرة واحدة كل الكمية، ونفرد الشوكولاتة على سطح الكيك بالشكل ده. بعد كده هنسحب الورق من تحت الكيك. بعد كده هناخد الكيك ده وندخله الفريزر لمدة 15 دقيقة عشان الشوكولاتة تتماسك وتجمد. وده كده الكيك بعد ما خرجناه من الفريزر، شكله حلو جدا وطعمه زي طعم الشوكولاتة الباونتي بالظبط. دلوقتي هنقطعه بالسكينة، وانتوا بتقطعوه هتلاقوه متماسك جدا. عاوزاكوا تشوفوا طبقات الكيك، وكمان طبقة جوز الهند اللي فيه متماسكة جدا ازاي، وكمان طعمها جميل جدا. طعمها مش كيك خالص، طعمها زي الشوكولاتة الباونتي بالظبط. انا واثقة ان جربتوا الطريقة دي وعملتوا الكيك بنفس الطريقة هتعملوها دايما. واتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديدة. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.